احنا اليوم كنتواجدوا في المشروع ديال النجاح واحد بدايه مليول تاع مازارت في اطار خطوه نضاليه في اعتصام بعد ما تسدات ابواب تنظيميه امام المنخرطين. الرئيس معتقل، اعضاء المكتب لا يتواصلون معنا، مقر الوداديه مغلق ومسدود. طلبناهم غير ما مره باش يفتحوا معنا حوار ولكن لا تجاوب، وبالتالي احنا في اطار خطوه نضاليه اعتصاميه بمقر مشروع النجاح واحد الى حين نلقاو حل تنظيمي للوداديه، لان احنا القضاء تيقن فيه كيدير شغله، وبالتالي فاحنا باقي واحد الجانب اللي هو تنظيمي، هذا الجانب التنظيمي نحاولوا ما امكن باش نضمنوا به حقوق المنخرطين. شنو هي حقوق المنخرطين هنا؟ احنا كما قلنا تيقن في القضاء، القضاء ممكن يصدر احكام زجريه، احكام في اطار المحاسبه، ولكن واش بالضروره غادي يرجع المنخرطين الشقق ديالهم والمستحقات ديالهم؟ هذا كيدخل في اطار ما هو تنظيمي، خاصه وان مجموعه من المشاريع عليها حجوزات، وملي كتكون حجوزات تنفيذيه حنا كنعرفوا بلي ان ممكن يمشي هذا الشيء للسيزي، من يضمن حق المنخرطين؟ بالتالي فاملنا كبير في السلطات الاقليميه، في السيد العام اللي كنقدروه وكنحترموه، باش يتساعد معنا باش نلقاو حل تنظيمي بيناتنا لضمان حقوق المنخرطين. احنا درنا معتصم هنايا، وحنا غادي نباتوا هنايا ونبقاو في الاعتصام الى حين ايجاد حل تنظيمي للوداديه، لان الوداديه حنا كنعرفوها من 2012 ما كديرش جمع عامه عاديه، ما كاين لا تقارير ماليه لا تقارير ادبيه، حتى لائحه المنخرطين ما كنعرفوهاش، ما كنعرفوش عدد المنخرطين، وبالتالي كل ما هو تنظيمي غائب علينا. حنا هنايا معتصمون في هذا المكان، انا كنسميه معتصم، حنا ما اقتحمناش، ما سميته هذا معتصم، معتصم الى حين ايجاد حل تنظيمي للوداديه يضمن حق جميع المنخرطين. لا احنا كنعتبروا رؤوسنا معتصمين في هذا المعتصم، حنا كنسميوه هنا معتصم. لا احنا هذا احنا معتصمين هنايا، يعني معتصمين في الباهو ديال نجاح واحد. الناس عانت طيله 10 سنوات من الانتظار، المكتب ما كيستجبش لمتطلبات المنخرطين، ما كيحاورهم، ما كيعطيهم ادنى اعتبار. الان رئيس المكتب كاين مسجون، كاين في السجن، الناس كطالب الشقق تاعها والبقعة تاعها. اكتشفنا مجموعة من الخروقات، دخلنا في مجموعة من الحوارات، كاينين شقق اللي مبيوعة أكثر من مرة، شقة فيها 4 حتى 5 المنخرطين، كاينين بقع أرضية اللي هي فيها مشاكل، مشاكل إدارية، وكنكتشفوا بأن البقع ما تشرتش من الأساس، أنها كاين وعود بالبيع وكاينين بقع اللي ما تشرتش، باقي ملاك الأراضي دافعين تعرضات أزيد من 745 مليون سنتيم، هادو اللي باقي يلاه بانوا، أما الآخرين فهما باقين مازال ما بانوش لين. كاينين مشاريع وهمية بحال مشروع لا بيرغولا، كاينين مشاريع اللي هي غير قابلة للإنجاز، مثلا مشروع النجاح جوج اللي هي اصلا في زون فيلا وفيها مشاكل، ومشاكل في الارض ومجموعه من مشاكل اخرى. كاينين اقامات بحال هادو في منطقه القدس باكادير، حتى هما كاينين فيهم مجموعه من المنخرطين اللي كيفوق العدد تاعهم عدد الشقق. حنا اليوم جينا باش نعبروا على نوع من انواع الاحتجاجات النضاليه، وكنطالبوا السلطات هذه المناسبه انها تسرع بايجاد حل نظرا لغياب المكتب، والمكتب ما كيتواصل معنا، ما كيتحاور معنا. هاد الناس مستمرين في النضال، غادي يبقاو حتى يلقى لهم حلول. ما يمكنش انهم صبروا 10 سنوات ويتسناو حتى يخرج رئيس الوداديه من السجن، ربما غادي تحكم بازيد من 5 سنوات ولا 10، ما يمكنش انهم يزيدوا يضيعوا في عمرهم، خصوصا انه كاينين معنا حالات اجتماعيه كثيره، كاين اللي توفى، كاين منخرطين اللي توفوا، كاينين ورثه منخرطين، كاينين اللي فقدوا الاسر ديالهم، كاين اللي وقعوا لهم مشاكل عائليه. اذا كنشدوا السلطات المحليه والسلطات الاقليميه وعامل عمله زكان انه يتدخل
لانه كان واحد المحضر في العماله وكان التزم فيه رئيس الوداديه انه يسلم المنخرطين الشقق ديالهم في اجل 28 فبراير. الاجل راه فات ورئيس الوداديه كاين في السجن والناس بقات مشرده هي ولادها، كاين اللي باقين في ديور الكرا وكاين اللي مهددين بالافراغ وكاين اللي واخدين كريديات على الشقق اللي دفعوا له. انا هنايا معتصم معتصمين هنايا كان لقاو حرب تنظيمي. لا لا